أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي من إذاعة الجزائر القناة الأولى. ضيفتنا اليوم هي السيدة المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة السيدة سامية بن مغسولة. صباح الخير سيدتي الفاضلة. صباح الخير أخي الكريم، شكرا على هذه الاستضافة وتحية صباحية لكل من يستمع هذه القناة العزيزة علينا الأولى العزيزة علينا، وشكرا يعني لاهتمامكم بقطاع الشباب والرياضة، وأنت مشكورة كذلك على تلبية الدعوة. سيدتي الفاضلة، سنبدأ ببرنامج الوزارة وكذلك البرنامج المحلي في الولايات مع بداية العطلة الشتوية وكذلك عطلة نهاية السنة. أكيد هناك برنامج خاص للشباب. حقيقة يعني الوزارة وقطاع يعني فرع الشباب نظمنا يعني سطرنا برنامج ثري جدا، منه يعني برنامج نشاطات العطلة الشتوية. بصح قبل ما نشرع يعني في الكلام على هذا يعني البرنامج، تعرفون ان ملف الشباب يعني هو ماهوش يعني ملف يخص خاص بوزارة الشباب والرياضة وحده، ولكن هو ملف يعني يتوزع على أغلب القطاعات الوزارية، وهذا ليعطيه يعني البعد الاستراتيجي باعتبار أن الشباب هو يعني الشريان الحيوي للمجتمع. نعم، وهو يعني نصف الحاضر ومستقبل وكل المستقبل يعني. وهنا يعني تبرز حنكة وحكمة فخامة الرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اللي اعطى أهمية يعني خاصة ومركزية للشباب. وهو ما يظهر من خلال القرارات التي يعني متعددة لصالح الشباب، ومنها يعني مجلس الأعلى للشباب يعطيك الصحة دسترته. نعم، دسترة المجلس الأعلى للشباب. أما بالنسبة يعني للبرنامج، حقيقة يعني رانا سطرنا برنامج تاري، ومنه الأول هو على كل حال النشاطات تلقاها في يعني في المركزية. نعم، ونشاطات على المستوى المحلي. نعم، هناك أنشطة وطنية وهناك وطنية أنشطة محلية. نعم، ولائية ومحلية. يعني عندنا المدراء الولايات اللي عندهم مسطرين برامج فيها نشاطات فيها يعني حيوية كبيرة. وعندنا أيضا في المركزية نشاط يعني عنده بعد يعني كما نقولوا إلى une portée aussi bien يعني politique qu'une portée يعني صبغة سياسية وصبغة يعني نشاط هاد الشباب. فعندنا أولا هاد التظاهرة اللي سميناها هي الطبعة الثانية للجزائر في أحضان صحرائها. يعني راحين عدد المشاركين هما أكثر من 1000 شاب، يعني منحدرين من جميع أنحاء الوطن. نعم، اللي ماشيين رايحين نعملوا إذن تظاهرة راح تدوم 7 أيام في الولاية المنتدبة جانيت. نعم، ابتداء من 26 ديسمبر. نعم، من 26 ديسمبر إلى فاتح جانفي إن شاء الله. يعني أهداف هذه التظاهرة هو أولا ملء أوقات فراغ الشباب. عندنا أيضا تقوية يعني الأخوة والتعارف والتلاحم ما بين الشباب. نعم، عندنا أيضا يعني نشاطات تضامنية أيضا، ومنهم عندنا إذن نشاط كبير اللي راح نديروه، وهذا لأول مرة يعني حملة تضامنية من الشباب إلى
الشباب المنطقة والعائلات وحتى الأطفال. بمعنى أن الشباب ينتقل من الجزائر العاصمة 1000 شاب، نعم، يذهبون إلى الولاية المنتدبة جونات وهي ولاية حدودية. نعم. هذه الولاية المنتدبة ستستقبل من الشباب مساعدات. نعم. مساعدات. إيه. على كل حال هذه المساعدات احنا حبينا يعني درنا يعني قافلة. نشأنا قافلة وين مشينا يعني الرجال الأعمال اللي عندهم يعني المصانع، مواد غذائية، يعني حتى يعني ألبسة للأطفال كل، ولمينا يعني 50 طن من هذه المواد. نعم، بطانيات ومواد غذائية ومستلزمات شتوية. واللي رايحين يعني للشباب يهديها للعائلات المعوزة اللي، نعم، اللي يعني كائنة في الموجودة هناك خاصة المناطق النائية. نعم، بارك الله فيك. يعني نشكر من هذا المنبر كل من ساهم يعني. نعم، هذه السبعة أيام التي سيقضيها الشاب الجزائري في ولاية جونات، ولاية جونات معروفة أنها لديها أماكن سياحية جد رائعة، سيتعرفون كذلك عن عمق الجزائر في هذا الفضاء. هل سترافق هذه الرحلة وهذه الست ليالي إن صح التعبير أنشطة فنية ثقافية إبراز مواهب مثلا؟ نعم. شوف، أولا يعني ترقية مبادرة الشباب فيما يخص تعزيز السياحة الشبانية، نعم، وتسهيل حركة تنقل الشباب يعني من الشمال إلى الجنوب. فيه أيضا ترقية وتنشيط، نعم، السياحة الصحراوية اللي يعني عندنا مناطق يعني ساحرة في البلاد نتاعنا ولكن ما استغليناهاش. فلهذا يعني الشباب عليه أن يعني يكتشف، نعم، هذه المناطق. في شباب تقول له يعني يعرف أوروبا ويعرف يعني، نعم، الشرق الأوسط وكل شيء وما يعرفش يعني، نعم، المناطق. من هم الشباب الذين سيذهبون إلى عندنا؟ طبعاً. من خدينا شباب من 48 ولاية. من هم؟ هل هم شباب مهيكلين شباب في دار الشباب؟ فيه شباب مهيكلين وفيه شباب غير مهيكلين، يعني اللي نعملوا معاهم في النشاطات الجوارية. يعني خلينا الحرية للمدراء الولائيين هما اللي يختاروا يعني هاد الشباب، ولكن ما عندناش يعني فرق. نعم. الشباب الغير المهيكل هو تان عنده حق يعني، نعم، باش يشارك. وهنا يعني يدخل العمل تاعنا الصحيح هو كما يقولوا مرافقة هذه الفئة من الشباب. نعم. وهي فرصة لهم أيضا يعني باش نعاودوا هذاك يعني التلاحم ما بين هاد الشباب، إعادة وإحياء روح التضامن. نعم. كل هاد، نعم، الأشياء. بالنسبة للعكس شبان الجنوب ربما هم كذلك من حقهم معرفة الشمال لمن لا يستطيع أنه يتنقل إلى الشمال. نعم. على كل حال أنا تكلمت لك على العطلة الشتوية. نعم. أما العطلة الصيفية راهي في هاد الصائفة اللي فاتت رانا تكفلنا يعني الوزارة والدولة تكفلت ب 22,000 شاب منحدرين من الجنوب الكبير. نعم. والهضاب العليا اللي مشاو قضاو العطل في 14 الولاية الساحلية. نعم. يعني تكفل تام بهاد الشباب. وخلينا من الأطفال يعني، نعم، اللي تتراوح الأعمار تاعهم في المخيمات الصيفية اللي، نعم، تابعة للوزارة تاعنا تكفلنا ب 38,000 طفل. نعم. نعم. نعم، ننتقل إلى ملف آخر كذلك. وزارة الشباب والرياضة تحضر للاحتفالات بالسنة الأمازيغية المقبلة والتي تكون في شهر جانفي من السنة الميلادية، تحضير كذلك برنامج خاص بهذه السنة الأمازيغية. نعم، يعني التحضير كبير.
لانه على كل حال احنا كنا كانوا بعض المناطق نتاع البلاد اللي يحتفلوا بيناير ففي مع يعني تحت تعليمات السيد معالي وزير الشباب والرياضه السيد الهادي ولد علي يعني قدمنا له برنامج وقلنا راحين نحتفلوا بهذا العيد. هذه التظاهره هي عباره يعني ورايحين نعملوها ب 800 شاب منحدرين من كل ولايات الوطن خاطر احنا ما نديروش الفرق باش كل ولايه يعني تساهم والشباب هذا اللي يجي ويشوف يعني ويطلع راح يبشر يعني الشباب تاع ولايته. ف قلت لك هاد التظاهرة رايحين نعملوها في بلدية بني سنوس نعم ولاية تلمسان نعم. يعني اكتشفنا باللي هاد المنطقة هي مهد للحضارة البربرية الثقافة الأمازيغية الثقافة يعني الأمازيغية كيف يعني كيف أنه مشينا وشفنا باللي كل العادات يعني والتقاليد وحتى يعني اللباس وحتى كل شيء يتشابه مع يعني منطقة القبائل ولا المناطق. ومن هذه حبينا أيضا نعطيه رسالة واضحة من الشباب الجزائري إلى يعني الرأي العام الوطني الجهوي الإقليمي أن الشعب الجزائري واحد موحد يعني بجغرافيته بثقافته بثراته يعني حضارته ولا يحيد أبدا يعني أحد أي أحد عن هويته المتأصلة في عمق التاريخ الوطني ويجمع يعني ما هي أمازيغيته أو عربيته يعني في كل مناطق الجزائر هذه الأمازيغية موجودة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها يوم ثاني عشر جانفي يوم ثاني عشر جانفي راح نعملوا يعني برنامج تاري ويعني حتى تقربنا من المجلس الأعلى للأمازيغية باش تكون يعني محاضرة وين يكون يعني مفكر ولا يعني أستاذ جامعي اللي راح يفهم هاد الشباب يعطيه يعني تاريخ هذا يناير والأهداف تاعه وش يمثل يعني ليدنتيتي دو لالجيريان. ومن جهة أخرى راح ندير وين كارنفال يعني وين تكون كل الطبوع اللي تمثل الأمازيغية ان ديفيلي ويمشي ويعني هاد الشباب وفيه أيضا يعني دي تروب فولكلوريك من كل مناطق الجزائر وين يعني تبرز فيها يعني هاد الفنون الأمازيغية والطبوع الأمازيغية ورايحين في الأخير يعني يكون طبق وهو الكسكسي الطعام الطعام الأمازيغي الحقيقي يعني رايحين يعملوه نساء المنطقة هما وراحين نهديوه يعني ونتقاسموه ما بيننا وبين يعني كل الضيوف اللي يكونوا حاضرين في هذا اليوم. نعم شكرا. هذه التظاهرة ستكون من 12 إلى 13 وهو اليوم السنة الأمازيغية 1967. نعم سيدتي الفاضلة ننتقل إلى قطاع الشباب وأنت مديرة عامة بوزارة الشباب والرياضة. في الوقت الحالي لماذا انخفض عدد الشباب المهيكل في دور الشباب والمرافق الشبابية؟ من قبل كان دور الشباب في الجزائر هي منبر لاكتشاف المبدعين والاكتشاف المواهب. نعم على كل حال أنا ما نشاطركش كليا على يعني هذا السؤال لأنه شوف حقيقة كاين شوف رانا عندنا أكثر من 3000 مؤسسة شبانية منها دور الشباب ولكن
عندنا مشكلين يعني الإنسان يكون صريح، عندنا نقص في التأطير. نعم هذا ولكن هو هناك مؤسسات لتأطير المكونين. نعم موجودة هنا في العاصمة وموجودة في ولايات ما مختلفة. ما يكفيوش لأنه يعني كي بناوا هاد دور الشباب. نعم كانوا يبنيهم في مناطق يعني منعزلة ما فيهاش يعني الكثافة السكانية. نعم. والشباب وكل فلهذا إذا تشوف يعني في العاصمة نعطي لك دور شباب وين يعني ما قدروش العدد ما قدرش يعني يكفي للانخراطات. نعم فهادو دور شباب عندنا نقص من المؤطرين خطر في المناطق المنعزلة ما يمشيوش. عندنا هاد المشكل وش عملنا احنا؟ احنا عندنا شريك الأساسي للقطاع نتاع الشباب. نعم. هو الجمعيات يعني الحركة الجمعوية الشبانية. هاد الجمعيات كانوا يعني كان فيه قانون. نعم. وين يقول باللي يمشيوا جمعية ولا اثنين ولا ثلاثة يتسولوا على يعني على هاد دار الشباب. نعم. ويعطيوا لهم الاعتماد وينشطوا الجمعيات الأخرى ما تنشطش. نعم. فوش عملنا وهذا معالي وزير الشباب والرياضة سيد الهادي ولد علي في الزيارة الأخيرة نتاعو اللي قام بها في سيدي بلعباس راه صرح بها أنه اليوم بدلنا القانون واليوم كل جمعية عندها نشاط تلقى فضاء في دار الشباب. نعم. وين تقدر تنشط وتجلب الشباب. عندنا مشكل آخر وهو اليوم البرامج اللي راهي تتقدم في دور الشباب راهي شويه متاخره على العصرانه. نعم ولا تواكب. بارك نعم الله. قلت قبل قليل انا لا اوافقك الراي في انه الشباب المهيكل في الفضاءات الشبانيه التابعه لوزاره الشباب والشباب والرياضه، هل ممكن ان تثبتين بالارقام انه هناك عدد من الشباب المهيكل في هذه الدور مقارنه مثلا كانت عرفت ارتفاع في سنوات 2003 2004 2005 كان هناك ارتفاع كبير للشباب المنخرط في دار الشباب وكانت هناك عدة تخصصات منها الإعلام الآلي منها بالنسبة للفضاءات النسبية الطرز والخياطة ثم تحولت إلى التكوين المهني. نعم ولكن أنا حبيت أن بالإضافة أقول لك سيدتي الفاضلة المشكل الوحيد أنه أغلب دور الشباب في الجزائر نعم تغلق باكرا ومنتصف النهار لا يوجد أحد. هذا هو المشكل. نعم. أنا وش راني نقول لك اليوم الجمعيات اللي راهم شريك للقطاع تاعنا رانا نخدموا يعني نعملوا معاهم باش إذا حبينا نجلبوا هاد الشباب لدور باش ينخرط لدور. نعم. الشباب لازم نعطيو له درك نفهمك لازم نعطيو له يعني برامج اللي تليق به وباش نعطيو له هاد البرامج لازم هو يشارك معنا. نعم. ولازم اليوم حنا اللي نخرجوا نتوجهوا لهذا الشاب. نعم. ماشي نستناو هذا الشاب يجينا في دور الشباب يعني سي تان ترافاي اكسترا ميغوس. نعم. خلاص نقعدوا بين الجدران وننتظروا باش الشاب يجي. معالي وزير الشباب والرياضه راه صرح ويعني عطى تعليمه باش دور الشباب يفتح من يعني الصباح. نعم. حتى وقت مؤخر من الليل. وكان تعليمه للسيد الوزير الاول عبد الملك. نعم. سلال. نعم. اظن في 2014. نعم. قدم تعليم طلب من الوزير أنه دور شباب تفتح حتى منتصف الليل. حقيقة شوف احنا رانا نعملو في هذا الإطار ومشي ديماغوجية. نعم. احنا درك احنا رانا هاد الفرع الشباب. نعم. احنا مناش يعني كيما نقولو ان ديبارتمون تكنيك مناش وين عندنا اون فوي دو روت. احنا رانا يعني نسيروا الموارد البشريه وراك تعرف ماشي. نعم. ماشي ساهل. فهاد الشباب واش راحين نعملوا؟ احنا طلبنا باش كل المؤسسات الشبانيه يعني لي زوداج نتاعنا في الولايات يفتحوا فضاء مفتوح ان اوبن سبيس. نعم. وراحين نعملوه في الوزاره.
باش نكسروا الحاجز اللي بين خطر فيه يعني كسر صغير ما بين يعني الشاب والواقع والإدارة. فحبينا نفتحوا هذا الأوبن سبيس وين الشاب يجي يعطينا الرغبة وش راه راغب يعمل وش اللي يعجبه باش يعني يكون في الفضاء اللي راه فضاؤه. فحنا رايحين نرافقوه على كل حال على وش ينص القانون نخرجوش من القانون، ولكن رايحين الشاب يشارك يعني مشاركة كاملة في إنجاز البرامج اللي تساعده. نعم سيدتي الفاضلة، أنا قبل قليل لماذا قلت أنه هناك كان انخفاض في الشباب المهيكل؟ نعلم كذلك أنه من قبل أنه الإنسان يروح لدار الشباب يجد فضاءات للترفيه بالنسبة للأطفال الصغار، يجد مثلا عدة تخصصات، يجد كذلك خلية الإصغاء. خلية الإصغاء مهمة جدا للشاب المراهق، يعني مختص نفسي يتحدث مع الشباب كذلك يوجه الشباب. الآن الشاب في المناطق ربما في البلديات والدوائر والولايات يفضل أنه يجلس في مقهى ولا يذهب إلى دار الشباب، مع أنه الدولة الجزائرية لدينا 3000 مؤسسة شبانية وتعتبر الجزائر في المحيط المتوسطي من أكبر الدول التي أنجزت مشاريع ثاني دولة في العالم. نعم لا شوف لازم الإنسان يقول الحق، فيه نقص الإعلام خطر هاد دور الشباب، فيه نشاطات راهي تتعمل، فيه جمعيات راهي تساهم وتنشط وعندها يعني والله أنا يعني نستدعيك أرواح ودور معايا في حتى في الجزائر العميقة، ولكن كاين نقص الإعلام. شوف والله نحكيها لك، يعني في الوزارة معالي الوزير السابق يعني عمل ندوة صحفية في القطاع الشباب والقطاع الرياضة في نفس اليوم. مشينا يعني في غرمول بدينا بملف الرياضة، القاعة مكتظة بالإعلاميين. يعني ولا بطبيعة الحال ما نكملكش الموضوع اللي تركزوا عليه كرة القدم. يعني تكلموا بعد معالي الوزير قال لك يعني نعطي لكم 5 دقائق راحة وننتقلوا للملف الشباب. قعدوا 3 صحفيين في القاعة. فالسيدة خرفي كانت قبلي يعني نحييها، كانت قبلي كي يسألها الصحفي ما بين 3 اللي بقاو قالت له الصورة تعبر على بمعنى أنه هناك عليها. تقصير إعلامي خاصة في بالنسبة للإذاعة. أنا اشتغلت في إذاعة عنابة الجهوية وكان لدي هذا الملف، ما كنت يعني دور شباب نعرفها كامل بالنسبة لولاية عنابة طارف وقالما. فالإذاعة الجزائرية أظن أنها تهتم كثيرا لا يعني لا مانيش الفضاءات. نعم راني نقول لك فيه ربما تقصدين الصحافة الوطنية. نعم ننتقل كذلك إلى الشباب الجزائري وبوابته نحو العالم، نحو دول العالم. لا توجد هناك توأمة لماذا بين على الأقل الدول المتوسطية أو دول الجوار تونس المغرب، هناك فرص دول إفريقيا. شفت باللي راك قصرت تظاهرات شفت باللي راك قصرت فيه توأمة ما بين تونس وكاين فوجين. أنا أتحدث عن تظاهرات كبيرة سيدة بن مخصورة، تظاهرات كبيرة راك تشوف في الحالة تاع المنطقة تاعنا. كل التظاهرات يعني الجهوية راهي كل ما نقوم بتظاهرة راهي يعني السانول على الوضع يعني اللي راه راهي تعيشه المنطقة تاعنا. ما عندناش تظاهرات ولكن كاين شباب يمشيو مشاو لتظاهرات كبيرة. عندنا شباب مشاو إلى ألمانيا، وكاين شباب راحوا مشاو كانت تظاهرة أيضا تاع المواهب الحرفيين في دولة قطر. يعني كي تكون يعني تظاهرات وين حنا يعني نمثلوا الشباب تاعنا المواهب هذه اللي رانا نكتشفوها تمثل أحسن تمثيل الجزائر. يعني
هل تفكرون في ملتقى شباب تحتضنه الجزائر مستقبلا؟ نعم نعم، عندنا ملتقى تاع يعني الحفاظ على البيئة في مدينة في ولاية الطرف، كنا باش نعملوه ولكن بعض الدول على المشاكل هذه أجلناه إلى شهر مارس، وإن كانت تظاهرة كبيرة كانت راح تحتضنها الجزائر. نعم نعم. بالنسبة إلى ننتقل إلى الفضاءات الجهوية وكذلك الولائية، الشباب لما تقرب منه يقول لك أنه إحنا يطلبونا إلا في المناسبات، ولكن يعني هاد الشباب نقول لهم أيضا الحضانة لازم ننساوها. والشاب أنا أطرح أسئلة باسم الشباب سيدة الفضل، لأنه الشاب الجزائري لما تعطيه الميكروفون يعني يتحدث غير على المشاكل. لازم شوف يعني هاد الشباب من حقه يعني يطالب بحقوقه، ولكن يا أخي لازم هاد الشاب تاني هو اللي يجي هام هاد الفضاءات، راني نقول لك راهم مفتوحة للشباب. نعم. يجيو، حتى قلت لك الوزارة راح نديروها نوبن سبيس وين راح ننحيو كل الحواجز، راح نعملو فضاء سيبر كافي اون ويب تيلي كما قلت خالية إصغاء. نعم. للشباب، هدف الوزارة نتاعنا. نعم. وما كان حتى حاجز، يعني الشاب يجي وقلت لك تعليمة من معالي وزير باش كل لي زوداج يعني لي زوفيس تاع لي جون باش يفتحوا هاد الفضاءات للشاب. نعم. بصح الشاب لازم يجي، انت في عائله واحده يا خويا، شاب تاع اليوم ابناء ابنك. نعم. كون ما تعطيلوش الكاس تاع الماء باش يشرب ما. نعم. ما يشربوش. سيدة بالمقصود اعلم انك انسانه ناشطه وكذلك تدافعين على قضايا الشباب، بالنسبه الى هل هناك لديكم تفكير في إنشاء قناة تلفزية شبابية؟ نعلم أنه كل الدول لديها. راني نقول لك احنا بدينا ديجا بون ويب تي في، دركا رانا مع نمشيو مع العصرانه. نعم. رانا نتمشاو مع العصرانه. ولكن هذا من صلاحيات معالي الوزير يعني. نعم. نظن باللي هو ولكن انتم من تقدمون هذا الطلب؟ الشباب من يقدم هذا الطلب؟ ان شاء الله. نعم. هاد الشباب يعطينا هو تان كيفاش راه حاب يجي ويتقدموا. نعم. راني نقول لك باللي ابواب الوزاره مفتوحه لهاد الشباب، يعني تعليمة صارمة باش نستقبلوا أي شاب عنده موهبة ولا عنده يعني مشروع. رانا كل يوم رانا عندنا مشاريع. راهو الشاب الجزائري عنده هذيك لو سونس دو جيني هذاك. نعم. والله تشوف يعني ولكن حسب المعقول. نعم. لما كنت صغيرة هل كنت تترددين على دار شباب أم لا؟ لا، أنا درك نقول لك كاين فيه مشكل اليوم. نعم. احنا في وقتنا كنا كي نخرجوا من المدرسة عندنا الفضاءات حتى داخل المدرسة. نعم. ولا في دار الشباب عندنا وين نقدروا نمارسوا الموهبة تاعنا. نعم. سواء كانت رياضية ولا، واليوم ولا الثقافة جديدة، يخرج من المدرسة باش يروح للدروس الاستدراكية. نعم. أين مكان الترفيه وأين مكان دور الشباب كي ولينا عندنا هذه الثقافة؟ وحتى يعني. نعم. الأهالي. نعم. لي بارون. نعم. راهم دخلوا في هاد كما يقولوا الموجة. نعم. شكرا جزيلا لك سيدة سامية بن مغسولة على كل هذه التوضيحات، المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. موفقين في العطلة المقدمة للشباب، وإن شاء الله إنجازات كبيرة لقطاعكم. تفضلي. نعم. ختمنا. نعم. ألوغ خليني نختم بكلمة. نعم. الوقت. نعم. يعني نقول لهم لهاد الشباب الأبواب الوزارة مفتوحة، ويا أبنائي احنا نتمنى لكم إن شاء الله بهاد السنة الجديدة كل النجاحات في كل الميادين والاستقرار لبلادنا. حافظوا هاد البلاد على هاد البلاد، لأنكم انتم اليوم اللي راحين تاخذوا المشعل. نعم. اللي خداوه من قبلكم، اللي فجروا الثورة، اللي بناوا الجزائر، اللي جابوا المصالحة الوطنية، واليوم عليكم بالاستقرار تاع الجزائر. وتحية الجزائر. شكرا جزيلا لك مستمعينا الكرام لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة. زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgerie.cz أو صفحتنا عبر الفيسبوك.
الفيسبوك واليوتيوب ضيف الصباح بالعربية. إلى اللقاء.